يسوع المسيح، يا شمس البر ومخلص العالم، يا من تنازلت من سمو عظمتك وفي أحشاء البتول القديسة حللت بإرادتك، لذلك نرفع إليك مع المرتل الإلهي تراتيل الحمد قائلين، لتسبح كل نسمة الرب لأنه حل في بطن العذراء وفي ملء الزمان نزل ابن الله من علياء مجده لخلاص بني جبلته الذين دللتهم الخطيئة وأغواهم الشيطان عدوه، فأرسل الملاك جبرائيل حاملا بشارته إلى العذراء الطاهرة، وقد بادر بالسلام قائلا، السلام لك يا ممتلئة نعمة، مباركة أنت في النساء، السلام لك يا هيكل الله الناطق والفائق بهاؤه، السلام لك يا خزانة الخبز السماوي مقيت كل البرايا، السلام لك يا سفينة حملت مخلص العالم، السلام لك يا ممتلئة نعمة وأم القديم الأيام الذي شاء أن يصير جنينا في أحشائك، السلام لك يا عروسا لم تعرف رجلا، السلام لك يا قبة السماء التي أشار إليها يعقوب بالسلم النوراني، السلام لك لأن منك أشرق رب الشعوب والأمم، السلام لك لأنك ولدت يا من العالم وسلام، السلام لك لأنك صرت الجبل المقدس الذي منه اقتطع حجر بغير أيدي بشرية، ومن أجل هذا فإن قبائل الأرض قاطبة تعطيك التوبة قائلة، توباك لأنك ولدت من تنبأ عنه إشعياء النبي وناجت من يرتعد السرافيم، من الدنو منه رهبة من فائق جلاله، طوباك طوباك لأنك احتضنت النار غير الهيالية في داخلك، طوباك يا فخر الأنبياء وبهجة الرسل الأتقياء ومسرة الشهداء الأبرياء، طوباك يا كليل البتولات ومفخرة الصبايا والفتيات، والآن نسألك لتضرعي إلى الإله المولود منك لكي يحفظ أبناء بيعتي ورعاتها ويمنح النقاء لكهنتها والعفة لشمامستها، ويسند الشيوخ ويهدي الشبان إلى صالح الأعمال، ويعزي الأرامل والأيتام، ويبطل الحروب والفتن، ويجعل الحكام بعدل يقضون، ويغفر للخطاة التائبين، ويعيد بالسلام البعيدين، ويحفظ القريبين، ويشفي المرضى، ويفرج عن المتضايقين،
ويكتب في سفر الحياة أسماء الموتى المؤمنين، ويريحهم في مخاضع النور، لكي نحن وهم نرفع له الحمد والشكر، ولابنه والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى